السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نصائح، والحلقة دي رقم 32. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. ونستكمل باقي حلقات الهمزة والجزء الرابع، هم 5 أجزاء. الجزء الرابع اليوم إن شاء الله أنا باخدهم واحدة واحدة حتى تستفيد، ما يكونش عليك أي ضغط، ليس عليك أي ضغوط، بالراحة خالص، واخدك واحدة واحدة وبنشرح بالتفصيل البسيط اللي بقدر الإمكان نقدر نوصل لك المعلومة يا رب العالمين، تكون المعلومة بتاعتك بتاعتي بتوصل لك يا رب العالمين، وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى إذا وصلتك المعلومة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. ونستكمل ونتحدث حتى الآن عن الهمزة المتوسطة المكسورة. همزة مكسورة حبيب قلبي يبقى لازم تكتب على نظرة، مفيش كلام. طب لو قبلها مش مكسور ولا يلزم في الكسرة بالذات. الهمزة إذا نطقت في وسط الكلام، يعني إيه الهمزة؟ ركز معايا، هي القصة كلها مش ألف، ده ما بقولش عليه، لا لا لا، أصل اللغة العربية الهمزة الأول، أصلها الهمزة، بداية الحروف الجائية الهمزة والباء والتاء والثاء، وقلنا من قبل وضعت الهمزة على ألف حتى تظهر لصغارها، فوضعت على ألف، تمام؟ بدليل إن بداية اللغة العربية الهمزة، لأن الهمزة مش شرط توضع على ألف، ممكن توضع على السطر، ممكن توضع على نبرة، ممكن توضع على واو، تمام؟ يبقى إذن في أصل اللغة العربية الهمزة، أول الحروف في اللغة العربية الهمزة، الباء، التاء، الثاء، إلى آخر الحروف، تمام؟ طيب اليوم هنتحدث، هنستكمل باقي حلقات الهمزة المكسورة أو الهمزة المتوسطة إذا جاءت في وسط الكلمة هي مكسورة، ونعرف نعملها إزاي. بيقول لي ايه؟ ركز. ذئب، ذئ، 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 همزة ده ساكنة يا أستاذ، تبقى على السطر خطأ. ليه؟ ذئ ده عليها سكون، تمام، بس الحرف اللي قبليها، مش انت قلت لي لما تكون مكسورة؟ ايوه لما تكون مكسورة، هي دلوقتي مش مكسورة في الكلمة دي، الهمزة ساكنة. ننظر دائما للحرف اللي قبليها، حالة واحدة بس تكتب الهمزة على نبرة من غير ما تنظر ليها، اذا كانت اذا نطقت الهمزة في وسط الكلمة مكسورة، زي هنقول كلمة دلوقتي، ماشي؟ تمام؟ إذا نطقت إيه؟ مكسورة. طب إذا نطقت مش مكسورة بقى، نطقت مفتوحة، مضمومة، ماشي؟ ساكنة، لازم أنظر للحرف اللي قبلها. طب ذئب، الحرف اللي قبلها مكسور، يبقى لازم تكتب الهمزة على نبرة. ذئب والباء. يبقى أنا لما ألاقي الهمزة دي على نبرة لازم على طول بدون تشكيل، بدون تشكيل لازم أقول ذئب، ذئب، ما أقولش ذئي، ذئي، لا، ده الهمزة، ده الذال مكسورة، ذئب، بدون ما أعرف الحركات بتاعتي. طيب هناخد جمع هذه الكلمة، ذئاب، ذئاب، دي الهمزة مفتوحة يا أستاذ، ركز ركز. إذا نطقت الهمزة ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة، 3 حركات دول، السكون على فكرة مش حركة، ده علامة. إذا نطق الهمزة ساكنة
أو مضمومة أو مفتوحة لازم تنظر للحرف اللي قبلها. ده الكلام ده فين؟ في الهمزة المتوسطة التي تأتي في وسط الكلمة. إذا جاءت ساكنة على سكون زي كلمة دقة، هنا ساكنة أهي. إذا جاءت ساكنة أنظر الحرف اللي قبلها. دي آ آ آ، الهمزة هنا مفتوح، آ آ آ الهمزة مفتوحة. طب الهمزة مفتوحة احنا قلنا مضمومة أو ساكنة أو مفتوحة، لازم أنظر اللي قبلها. طيب ما هي مفتوحة يبقى أنظر اللي قبلها. اللي قبلها مكسور، طالما الحرف اللي قبلها مكسور يبقى الكسرة، الهمزة تأتي على الكسرة على طول، والكسرة تدي إيه؟ همزة على نبرة، نفس الكلام، همزة على نبرة. دي آ، طب ما هي مفتوحة إيه؟ أيوه يا باشا، لكن بقول إيه؟ دي آ ألف مد، ألف مد، ذئاب. ركز، ذئاب، تمام. زئير، زاد، زي، وليست ذال، لا، زاد. زائي هنا الهمزه ايه؟ اي ده مكسوره، ما انظرش بقى للحرف اللي قبلها، طالما مكسوره على طول طول عليا. زائير، زائير، ياء مد بالياء اهي، الهمزه فيها مد بايه؟ بالياء اهو. زائير، عندنا حلقات كثيره جدا على طريقه الكتابه، تحسين الخط العربي، النسخ والرقعة. زئير، زاء، ركز، زائر، زاء، زاء زي مد بالألف، زاء زي مد بالألف، زائر. إيه 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 مكسورة؟ يبقى ما ماليش دعوه بالحرف اللي قبلها خالص خالص، طالما هي متوسطه. بنتكلم برضو على دي الهمزه المتوسطه التي تاتي في وسط الكلمه. زائر، نفس الكلام. فائز، فاء فاء مد بالالف، فا اي اي اي. ما بصش بقى اللي قبلها ايه، مفتوح مضموم، مالك كلام ضيق ليه بقى؟ لان الكسره اقوى الحركات. الكسره ساعه ما تيجي تضع الهمزه على نبره على طول دون النظر الى ما قبلها. فائز، تمام تمام بشائر، شوف واضحة الهمزات سهلة جدا جدا، بس ركز، شوف الهمزة الأول عليها حركة إيه، لو عليها حركة الكسر ما تبصش لأي حاجة على طول حطها على نبرة، تمام؟ لا تنظر لأي شيء. بشائر، ب، وركز، طالما عندي الباء دي سنة، سنة مش دي سنة؟ بعدها ايه؟ شين، الشين كم سنة؟ ثلاث. غلط، صح يا أستاذ، غلط، غلط كتابة. إزاي يا أستاذ؟ الباء سنة والشين
والشين ثلاث سنن، ما ينفعش. الباء والتاء والثاء والياء والنون، اكتبهم. الباء والتاء والثاء والياء اللي بتبتدي في بداية الكلمة والنون، أي حرف من الخمسة دول لو جه بعدهم سين أو شين، بعدهم سين أو شين لازم يبقى في مسافة ما بين الباء والسين أو الشين، ما بين التاء والسين أو الشين. يعني إيه مسافة؟ يعني ما تتعملش بالشكل ده الأربع سنن قد بعض كده، ما تنفعش خالص. أمال إيه؟ شايف؟ والباء تبقى أعلى، لازم تبقى عالية، لازم تبقى أعلى منهم. إيه؟ بشاء إر أو إي إي، همزة مكسورة يا أستاذ تبقى على نبرة، برافو عليك. تمام؟ طب لو الشين بقى جه بعدها الباء، لو الشين او السين الباء بقى اللي جت بعدها او التاء او الثاء او الياء او النون، زي كلمه ايه؟ شنآن او شباب. شباب الشين اللي جت الاول يا استاذ، مش الشين اللي جت الاول، تكتب الشين عاديه خالص بس لازم تمد بقى شويه كده. ليه تمد؟ عشان يظهر لي حرف الباء لوحده. شباب وصلت. والباء نفس الباء، هو لو جت تاء برضو تبقى برضو الشين بعدها تاء، برضو الشين ممدودة، هي الشين بس والسين، سين بعدها باء، شين بعدها باء، سين بعدها تاء، شين بعدها تاء، وهكذا. عرفت ازاي تكتب الايه الاربع سنن ورا بعض؟ بعد كده هنكتب سناسيمه، سناسيمه هنكتبها ان شاء الله، واعرفك ازاي تكتبها وتبقى واضحه. طيب بشائر، مدائن، والله هتكتبه بكل سهوله ان شاء الله. ما دا دا، شوف مد بالالف اهو، مدائن، همزة على الأبرة تبقى مكسورة على طول. إن إن، اوعى تكتب همزة على السطر، هقول لك امتى تكتب الهمزة على السطر وقبلها ألف مد، بس لما تيجي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مدائن، بشائر، لسه في كتير خالص والله. قرائن، قراء قفراء، اهي قا وليست كا. قرائن، ان يبقى همزه على النبره. قرائن، امال يا استاذي قران، همزه على الالف ليه؟ ده مش همزه على الالف، ده مش همزه، قران مش همزه خالص، اهي قر. قر را ساكنه اهي، قر ده مش همزه يا باشا، ده اسمه الف مد، ألف ألف عليه همزة ممدود بالألف، فما ينفعش يضع الألفين الاثنين مع بعض، فبيحذف الهمزة دي خالص ويحط مكان علامة الإيه؟ المد. قرآن، خلاص تمام؟ تمام. في ميكائيل،
ميكائيل، ميكائيل وميخائيل وجبرائيل وإسرافيل وعزرائيل، هنكتب أي واحدة منهم. ميخائيل، خاء، شوف خاء ممدودة واضحة، خاء ميخاء إيل، إيه الهمزة مكسورة خالص هيتبقى على نبرة. اوعى تكتب الهمزة هنا، لو كتبت الهمزة هنا تأكد على طول الحرف اللي قبلها مفتوح او هي مفتوحة على طول، مفيش كلام. ميخائيل، المد بتاع الهمزة ايه؟ ميخائيل، ميخائيل هي إسرافيل، إسرافيل، عزرائيل، ماشي؟ ميكائيل، جبرائيل، ماشي؟ تمام؟ ركز بقى في شيئان، اوه شيء يبقى جيم وياء، شيئان الهمزة مفتوحة يا أستاذ تكتب على ألف، برافو عليك. بس هقول لك بقى في بعض الكلمات خارجة عن القاعدة، بعض الكلمات خارجة عن القاعدة هنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، بعض الكلمات خارجة عن القاعدة هناخدها في الحلقة القادمة عشان إيه نبقى مركزين في دي كويس جدا. شيء هنكتبها كده بالظبط، وبعد كده نبقى نشرحها. تمام؟ لسه في كمان مساء، لا نسائم، نسائم اهي نون، ده نون وسين يا استاذ، يبقى النون كبيرة والسين اهي، نسائم، ام اي اي الالف الهمزه مكسوره ايه؟ ام. لسه في كمان غرائب وعجائب، نفس الكلام والله، غان غراء راء مد بالالف، غرائب ها عجائب، تمام؟ ناخد من الموضوع ده ايه بقى؟ قرأنا همزة ساكنة ووضعت على نبرة، وقرأنا همزة مفتوحة ووضعت على نبرة، وقرأنا همزة مكسورة ووضعت على نبرة. ثلاث أوضاع للهمزة، ثلاث أوضاع للهمزة، ثلاث أوضاع، ثلاث أوضاع. تكتب الهمزة على نبرة إذا كان ما قبلها مكسور،
ركز بقى في دي. احنا قلنا لو هي مكسورة خلاص مش محتاجين نفسر، مش محتاجين نقعد ننظر للحرف اللي قبلها، لا 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 خلاص مكسورة هترسم على غبرة على طول او على ياء او على كرسي حسب لهجة بعض الدول. خد بالك بقى، ترسم الهمزة على غبرة اذا كان ما قبلها مكسور، ترسم الهمزة على غبرة اذا كان ما قبلها مكسور، ترسم الهمزة على غبرة اذا كانت مكسورة. مش عايز اقول لك بقى وما قبلها، ماليش دعوة اللي قبلها، طالما مكسورة على طول ترسم على غبرة. تمام، مكسورة، فائز، بشائر، مدائن، قرائن، قرآن دي طبعا ما اختلفناش في ما قلناش عليها، ماشي، ميخائيل. هنشرح شيئان وشيء وشيئا في الحلقة القادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. أي استفسار أي تواصل خارج البلاد بلس 2 010 2 11 69941، دول عربية بلس أو زائد 2 زائد 2 010 2 11 6 9 9 4 1، ومن مصر 010 2 11 6 9 9 4 1. ولقاء آخر، نترككم في رعاية الله منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.